النقطة دي مهمة. مفيش أي رول ومفيش أي ستادي قالت إن اللوم لوكلر ويت هيبرين أقدر أستعمله انستيد أوف ماريفان في حالة البروستيتيك فالف. يعني الريسك ترومبوزس هو هو، عشان كده احنا بنستعمل في الناس دي الانفراكشنيتد هيبرين العادي. تمام. وصلت المعلومة دي؟ سامعين يا جماعة ولا ايه؟ معاك يا دكتور نادر، سامعينك. طيب اوكي. طيب ماشي. يبقى انا الست اللي دي عايز اعرف انا ونزفت مثلا مني، ابتدت تخر، ابتدى يجي لها بيستاكسز مثلا، او ابتدى يجي لها انتي بارتم هيمورج. عايز اشوف الست دي ماشيه على كالهيبرين انفراكشنيتد هيبرين، عايز اعمل لها مونيتورنج، هعمل لها الاي بي تي تي. ماشي. تمام. هل كل واحده تاخد البتاع ده الهيبرين كالهيبرين هعمل لها اي بي تي تي؟ لا، مش روتين، مش روتين. اوكي. طيب لو هي بقى ماشيه على لومي لوكلر ويت هيبرين زي الحاله اللي عندنا دي اللي هي بتاخد دلتا بارين، يبقى الحاله دي هتاخد ايه؟ هعمل لها الفاكتور 10 ايه، وبرده مش روتين. يعني لا ده روتين ولا ده روتين. بس انا لو حبيت اعمل مونيتورنج هعمل بدون. ايوه. نوت بقى. والاي ان ار يا دكتور نادر ماليش رول، يعني الاي ان ار نو ماليش علاقه رول بالكلام. في الاي ان ار فقط لا غير في الماريفان تمام. بس، لكن انا ما بعملش بالاي ان ار اي حاجه تاني، ولا دول ولا النوفل انتي كواجل النواكس يعني، ولا دول بقدر اعمل له اسيست ولا ده بقدر اعمل له اسيست. طيب نوت بقى، يوسفول ان سيتويشن where there is a high risk of bleeding as anticoagulation can be terminated rapidly, also useful in renal failure. طبعا كالهيبرين very very good في renal failure، وفي نفس الوقت كمان انه طبعا short time of action فالبليدنج اقل. دي نقطة. طيب now standard in the management of venous thromboembolism، طبعا خدناها دي في الكارديولوجي ان احنا بنكتبه، وتريتمنت اند بروفلاكسيس اند ان اكيوت كورونري سيندروم. الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا بعد كده اللي هو الهيت ده عباره عن اميون ميديتد، بيتكون انتي بودي اجينست الكومبلكس اوف بليتلت فاكتور 4 اند هيبرين. ذيس انتي بودي بايند تو البليتلت فاكتور 4 هيبرين كومبلكس اون ذا بليتلت سيرفيس اند انديوس بليتلت اكتيفيشن باي كروس لينك اوف اف سي واي 11 اي ريسبتورز. يعني بيحصل كونسيومنج للبليتلت، يوجوالي داز نوت ديفلوب انتل افتر 5 تو 10 دايز اوف تريتمنت، يعني مش من اول يوم. ديسبايت بينج اسوشيتد وذ لو بليتلت هيت از اكشوالي pro-thrombotic condition، بيحصل thrombosis معاها. Features include greater than 50% reduction in platelet، طبعا هو بيتكلم على severe type. And skin allergy. Treatment option include alternative anticoagulants such as liprodine and danaparoid. Heparin overdose Leopardine غالبا ده زي الهيردين. Heparin overdose may be reverted. الهيبرين اللي طبعا الانتيدوت بتاعه اللي هو البروتامين سلفيد ده معروف. Also only partially reverse the effect of low molecular weight. يعني الهيبرين مستين، مست شورت اكتنج فالبليدنج هحاول اتحكم فيه. النقطه الثانيه ان هو البروتامين سلفيد بانتيدوت بسرعه، لكن اللوم لوكلر ويت للاسف الانتي البروتامين سلفيد مش بيشتغل بارشلي عليه،
فمش بيجيب الفول ايفكت زي ما بيجيبه مع الديوريشن بتاعه العادي. هو عامه مش بيتاثر بيه زي ما بيتاثر بالهيبرين العادي. يعني هو يقدر يتحكم في الهيبرين اكتر ما يتحكم في اللوم لوكلر ويتر، عشان كده بيستخدموا الهيبرين في الهاي تندنسي بليدنج والقصه دي، عشان بقدر اتحكم فيه بالانتيدوت وهو اصلا شورت اكتنج وكده، صح كده؟ اكثرهم اكتر حاجه بنلاحظها في القسطره اكتر. يعني احنا في القسطره انت بتدي هيبرين للعيان، مش بتدي طبعا لو واخد لوم لوكلر ويت هيبرين ينفع، بس احنا عاده القسطره بتدي هيبرين لانك انت اولا بيكون العيان لودد بكذا يعني بكذا انتي بليتلت تاني، فبيبقى في هاي ريسك اوف هيموريدج. يعني غير ان العيان ممكن كمان يكون دخل خد ثرومبوليتك وما فتحتش فداخل يعمل قسطره، فطبعا بيبقى ايه الهيمور يعني سسبتابيلتي عنيفه للهيموريد. يعني امال هنا كاتبين يعني قصده ايه هنا بالبروفلاكسز اند لا دي لا احنا بفوق. هو بيتكلم طبعا هو بيتكلم في نقطتين. هو بيقولك ان احنا بنستخدمه في الدي في تي كبروفلاكسز، عشان لو عيانه مثلا عملت هاي ريسك سيرجري نايم في السرير وهي من الحاجات اللي هي عيانه تخينه، عيانه دايابيتك، عيان يعني عامل بيلفيك سيرجري ودي فيها انكريز الريسك بتاع الدي في تي، عيان تيومر وبياخد كيموثيرابي ونايم كل ده، فانا بديله كليكسان. مش بندي حاجه اسمها بروفلاكتيك يا جماعه كليكسان بعد عمليات العظام، لا انا قصدي عشان الاكيوت كورونري سندروم دي يعني مفهومه دكتور نادر. لا هو في الاكيوت كورونري سندروم هو بيقول لك بروفلاكتيك في الدي في تي او في الاكيوت كورونري سندروم. احنا في النون ستيمي وفي في النون اس تي ام اي وفي انستابل انجينا مش بندي لهم لوكلر ويت هيبرين؟ صحيح صح بندي كليكسان في النون ستيمي اما في الاستيمي مش بندي كليكسان. هيبرين وتخش صح؟ في الاستيمي بندي لا في الاستيمي بنعمل ايه؟ بندي اسبرين لودنج دوز وبندي تيكا جريلور او براسو جريل صح؟ صحيح. بندخل على طول على القسطره نفتح العيان او بندي اسبرين وكلوبيدو جريل وبنعمل ايه وبندخل العيان نديله ثرومبوليتيك لو مفيش مكان للقسطره صح كده بس صحيح. فاحنا جوه في الاستيمي مظبوط كده. الاكيوت كورونا سندروم هنا مقصود بيها اكتر النون ستيمي او البتاع ده الانستيمي او الانستيبل، او لو العيان خد سودونيز وفك وكويس ومكمل عادي على التريتمنت بتاعنا. صحيح. في الانستيمي كان مقسمهم صح، كان بيقول الفوندا بارونكس دي اللي كنا بنديها لو في لو انا مش هعمل الفوندا بارونكس لو العيان هيقعد اكتر من 24 ساعه مش هيدخل، لكن لو العيان خلال 24 ساعة هيدخل يفضل ايه انه ما ياخدهاش عشان ما تعملش جايد واير ثرومبس. تمام. لو العيان هيقعد فترة طويلة وانا عادي بدي فوندا بارينوكس او كليكسان. ولو كنا هنعمل له بي سي اي خلال 24 ساعة او عنده رينال فيلير كنا بنستخدم اللي هو الهيبرين. ايوه زي ما مش هو احنا كاتبين ان هو افضل في الناس الرينال فيلير. صحيح صح. لو انا عندي impaired renal function بدي نص الدوز بتاعت الكليكسان. يعني بدي مره واحده الدوز بتاعتنا بتبقى 1 ميلي جرام بير كيلو جرام المفروض في العادي كل 12 ساعه، فعيان الرينال بندي كل 24 ساعه النص بالظبط. ايوه مظبوط. تمام يا دكتور نادر شكرا. يا دكتور حسن بس الفرق بين تايب 1 وتايب 2 انا بعتها على الجروب صوره كده. طيب نبص عليها مع بعض مش مشكله. الهيتس ايوه الهيتس واضحة دلوقتي عندكم؟
فريكوانسي اكتر في التو مثلا. تايم ده الاولاني في اول 4 ايام، التاني من 5 الى 10 ايام. البليتلت كاونت هنا 100,000، هنا من 30,000 ل 55 نادير تحت يعني، المية. يعني القاع بتاعها، القاع بتاعها بتوصل كام يعني؟ التايب 2 الأسوأ يعني عموما صح؟ ما هي التايب 2 الأسوأ طبعا. اللي احنا كنا ميدياتد. بنحكي فيها التايب 2. هي دي التايب 2 اللي احنا كنا بنشرحها صح؟ لأن اللي فيها انتي بودي بيقول هنا ميدياتد. ايوه تمام. ثرومبومبوليك سيكولي فيها من 30 ل 80%، الهيموراجيك سيكولي رير فيها برضو. المانجمنت بيبقى لازم نوقف الهيبارين وندي انتي انذر انتي كواجلانت. تمام، اللي هم قلناهم كان اسمهم ايه؟ ارجع ليهم هم اللي هم، طب اللي هم الفاندوبارينكس طلع مش هو ولا هو؟ اللي كنت بتتكلم لا، فيه هم من دول شويه. ما فهمش فوندوبارينوكس دول. دول ليبرودين. ليبرودين دي غالبا دايركت ثرومبين انهبيتور زي الهيردين. الدانا بارويد ده انا مش عارفه ايه بصراحه، ما عندناش يعني. دكتور بس بالنسبه للفوندوبارينوكس يحكي لك ان الفوندوبارينوكس الاركسترا اذا انتي كواجولانت ذات شيرز ذا سيم بنتاساكارايد سيكونس از انفراكشنيتد هيبارين and low molecular weight heparin for the binding to antithrombin. However, it has no extra chain and thus it is not considered heparin product. It is also known to not cause ill hit as seen with the unfractionated heparin or low molecular heparin. عشان هيك هي مش يعني لا تعتبر من ضمن الهيبرين ولا من ضمن low molecular weight heparin برغم من انها تشترك ببعض الصفات معهم. هي مش بتعمل الهيت يعني، بس هو يعتبر فاكتور 10. ايوه هو يعتبر فاكتور 10 فعلا. تمام. طيب خلصت دكتور نادر ولا لسه في اسئله؟ انا كده خلصت. في حد طب عايز يسال اي سؤال يا جماعه؟ فرصه استغلوها بقى. وانا مش مرتاح للصمت ده، بس مش عارف يعني مش عارف. انا عندي دكتور نادر لو سمحت. دكتور نادر بس يعني بس تأكيد عشان تثبت تثبت هلا خلاص انت حكيت انه لو بدنا ندخل واحد بي سي اي ما نعطيه بلافكس، نعطيه براسوغريل او تيكاغريلور صح؟ لكن بس يا دكتوره لا؟ حسب الجايد لاينز الجديده هذه بس بياخد المفروض دلوقتي. بصي قبل 2000 قبل عشان برضه احل لكم القصه دي، قبل السنة اللي فاتت شهر 8 يعني قبل اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي اللي اتعمل السنة اللي فاتت ده في هولندا، كنا بندي كان التيكا جريلور هو رقم واحد في البي سي اي. بعد شهر 8 اللي فات اصبح البراسو جريل هو رقم واحد، انما لو العيان عنده هاي بليدنج تندنسي او حاجة زي كده ياخد التيكا جريلور. ما ينفعش في الهاي تندنسي بليدنج. البراستوجريل اشد شويه، لكن لقوا ان الاوتكمز بتاعته احسن بكتير من الكلوبيدوجريل ومن التيكا جريلو. تمام. ده حاليا احدث حاجه. انتوا دلوقتي روتين ليه قبل البي سي اي صح؟ مع البي سي اي بنديه على طول وندخل نشتغل. تمام. احنا في مصر ما عندناش براستوجريل باي ذا واي، فاحنا بندي كلوتيكا جريلور، ندي قرصين لودنج ويدخل. طب لو العيان دي حاجه كلينيك، لو العيان جاي لي مثلا من كشف عند دكتور والدكتور اكتشف ان هو ام اي والدكتور راح مدي له لودنج واسبرين وراح اداله لودنج دوس كلوبيدوجريل يعني 4 حبات، سوري انا اسف، بندي 8 حبات كلوبيدوجريل كويس لودنج وانا عايز اشتغل واسطره هعمل ايه؟ داير خلاص عادي جدا ان اشفت وادي له لودنج دوز تيكا جريلور، مفيش اي هازارد من ان يحصل بليدنج. بدي له برضه دكتور ناد، بلود العيان تاني تيكا جريلور ومفيش اي مشاكل. تمام دكتور نادر، هو كان ايه المشكله ان انت تدي كلابيدو جريل اوت اوف هوسبيتال؟ مفيش مشكله.
لا كانت ما اصلي قريتها اكتر من مره في ال... في واحنا بنقرا في الكارديولوجي ان هو بيقول لك لا يفضل ان ما ياخدش الكلابيدو جريل اوت اوف هوسبيتال. هو فانا يفضل، لكن انت بتتكلم انت على قلت، الميرج انت قلت ان في حاجه بتعملها، ده عشان كده انا قلت هتقولها لي على طول، قلت لي في حاجه بيعملها كلابيدو جريل اوت اوف هوسبيتال، عشان كده ما بنفضلش نضيف اوت اوف هوسبيتال عاده، لازم يبقى في الهوسبيتال ان انت انت عارف يا تجيبه. لا دكتور لا نادر هو لا قصده ايه؟ اه قصده في الاسيسمنت بتاع الريفيرال، لو خلال 12 اسسمنت ساعة، ولا ان احنا كنا بنعمل ريفيرال لو عنده شيست بين خلال 12 ساعة، ولا من 12 ساعة فكان لا قصده على لا دي. لا، دي هو عشان بيقول يعني ان انت ممكن العيان ما يكونش كاردياك يعني، انما عامة يا جماعة ما فيش فرق بين انك لا طبعا، لو انت عيان شاكك انه ام اي لا لوده يعني، اديله لودنج يعني، ده عادي ما فيش مشاكل، ما فيش خوف منها قوي يعني، ما فيش فرق بين الدوز ال 300 وال 600، فبالتالي احنا بنلود العيان 8 تقراص. لكن لو انا عيان جاي قسطره وهو متلود كلوبيدو جريل 8 تقراص، انا عادي خالص وعندي تيكا جريلور العيان هيمشي عليه، هلوده من الاول وجديد تيكا جريلور قبل ما يشتغل، ما فيش اي مشاكل، ما فيش ريسك انكريز الهيمورج خالص، طب وليه الريسك احنا واحد. ليه ما نعملوش قسطره على اللودنج بتاع التيكي جريرو؟ لانه يفضل جدا ان انا اعمله على الكلوبيدو جريل، لان ده بيقلل. بصي اصل مشكله القسطره حاجه كمان تاني، ان احنا لما بندخل لهاي بيردن ثرومبس، يعني ثرومبس لسه موجوده وطريه، بمجرد ما انفخ بالونه وبعدين اروح داخل دعامه ونفخ دعامه، في ماينور ثرومباي صغيره قوي بتمشي ديستالي بقى، ديسبليست كده مني ماشي، وتهرب وتمشي ديستال. دي هتمشي ديستال لايه؟ للارتريولز الصغيره. الارتريولز الصغيره دي مش هقدر اطولها، فتلاقي العيان انت يا فرحتي فتحت الارتري الكبير وكل الارتريز الصغيره التريبيوتريز اتسدت، العيان يجي لك بعد 5 شهور بهارت فيل وهو مفتوح وزي الفل. عشان كده لما بتبقى في هاي بيردن ثرومبس ممكن نحقن جزء من الابسيكس ماب ده انترا كرونري واحنا شغالين، والعيان يعلق اجرستات من 24 48 ساعه عشان الديستانت ثرومبس اللي حصلت دي تديسولف، لان غالبا بتبقى وايت ثرومبس وبتروح مع الهاي دوز انتي بليتليت. فبالتالي لما يبقى عندي دراج احسن في انه يقلل المورتاليتي ويحسن الاوت كام بتاعت العيان انا حدي، فعلى الاساس ده احنا بنرجع العيان نلوده مره تانية على تيكا جريلور بره، طبعا بيدوا براسو جريل. امتى ما اديش العيان بقى تيكا جريلور او براسو جريل؟ لو العيان ده اساسا جاي بياخد ماريفان لاي سبب من الاسباب، ما ينفعوش دول، يبقى ما فيش قدامي غير الكلوبيدو جريل، يعني تريبل انتي كواجوليشن ما ينفعش مع الماريفان، ادي كلوبيدو جريل، ما ادي تيكا جريلو او براسو جريل، ما اديش غير تيكا كلوبيدو جريل بس. دي حاله من الحالات اللي ما ينفعش فيها. ايه الحاله الثانيه؟ لو العيان كان عنده هيستوري قبل كده في انتراكرينيال هيموريدج. ايه الحاله الثالثه؟ لو العيان اوريدي عنده هاي ريسك اوف بليدنج. هاي ريسك اوف بليدنج اعرفه ازاي؟ عيان دايابيتيك، عيان اوبيز، عيان عنده ريسك اوف هيموريدج، عيان الهيماتوكريت فاليو بتاعه اقل من 35، عيان جايب هارت ريت عالي فوق ال 100 اللي بنسميها كورسات سكور. هي دي حاجات اي ثينك كده ادفانسد شويه. براكتيكال كويسين، معلومات مهمه يعني. ما تهتوش يعني. لا لا دكتور لو سمحت، هل بعد البي سي اي هل لازلتم تعطوا الكلوبيدوغرل، ولا يفضل انه هذا البراسوغرل بعد البي سي اي لا، بوست بي سي اي بندي براسوغرل لو موجود، بندي تيكا جريلور لو موجود لمده سنه. ايوه تمام. وبعدين طيب لو بعد السنه العيان لسه بيشتكي بشويه تشيست بين، ممكن اكمل على تيكا جريلور في منه تركيزين، تركيز ال 90 بديه توايس اول سنه، لو العيان ستيل سيمبتوماتيك ممكن ادي تركيز ال 60 لمده 3 سنين بعده. يعني العيان هاي ريسك، عيان كان فيه مثلا مالتيبل
مالتيبل ستينوزس واحنا عالجنا ارتري مثلا، ركبنا دعامتين وهو ما مش هنقدر نركب تاني، فممكن العيان ده يمشي على التيكا جريلور لمدة 3 سنين تاني، بس هيمشي على التركيز الأقل اللي هو 60. لكن بكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة يا جماعة، تيكا جريلور كونترا انديكيتد مع عيانين السريبرال انفاركشن او الهاي ريسك فور سريبرال انفاركشن، لان في حالة حصلت معانا كده فدي فاكرها مش هنساها يعني. انفاركشن ولا هيموريج دكتور؟ هيموريج، انا اسف. دكتور لو سمحت، يعني يا اما نواصل بالتيكا جريلور او نواصل بالبراسوجريل، واحد منهم صح؟ براسوجريل هو الافضل بحسب توصيات اخر حاجه اللي هي 2020. شكرا. بس عشان لما تلاقيهم هتلاقيه كاتب في الجايد لاينز النايس دي اللي احنا بناخدها براسوجريل، مش موجود تيكا جريلور، مش جاي في سيره الكلوبيدو جريل ابدا. بس امتى ادي الكلوبيدو جريل؟ لو العيان عنده بقى مشكله بليدنج ساعتها الكلوبيدو جريل ينزل احسن. دكتور نادر معلش كومنت على حاجه كنت بتقول على اللو موليكولر ويت هيبرين، احنا بنديله اللي هو نون ستيمي. اللي انا فاكره ان احنا بناخد لا اللي هو الابيكسيباب زائد لو هو طبعا هاي سكور، وبعد كده بندخل له اللي هو الكورونري انجي يعني 96 ساعه. هل احنا بنستخدم اللو موليكولر هيبرين ولا لحظه الابيكسيباب ملوش علاقه اي في دكتور حضرتك؟ ما تقصدي حاجه تانية غير الابيكسابان اكيد؟ ده الاجريستات تقصدي الابسكسيماب؟ ابيكسيماب تقصد ابيكسي؟ تمام. انا بتكلم على الجايد لاين يعني اكوردنج للجريس سكور، يعني لو احنا لو اكتر من ثلاثه مش كاتب اللو موليكولار هيبرين في الجايد لاين. تمام. وكنت كنت قلت لا احنا بنتكلم يعني صح ولا قصدك حاجه ثانيه؟ لا لا لا، هو هنا لما قال لك، هو قال لك انت هتضيفي، هو ليه اتكلم عن الابسكسيماب هنا؟ هو اتكلم عشان يعمل ستريس على الانتي بليتلت، انك هتدي تريبل انتي بليتلت، يعني بتدي اسبرين وبتدي كلو التيكا جريلور او كلوبيدو جريل او ايا كان، وهتدي معاهم ابسكسيماب، الثلاثه دول بيشتغلوا على البليتلت مظبوط؟ تمام. اما الكليكسان فده بيشتغل كايه؟ انتي كواجولانت. فاحنا بندي الكليكسان عادي، ما عندناش مشاكل، او اللي زيه. عشان كده هو قال لك لو انت هتعملي خلال 24 ساعه ما تديش فوندابارينوكس، لكن لو انت هتعملي اكتر ممكن تديه. طب الفوندابارينوكس ده ايه؟ مش كليكسان لايك؟ بس فاحنا هو ما دي ملهاش علاقه بدي، بس هو بيقول لك هو لو هاي ريسك خدي بالك ان الثرومبس دي صعبه، وخدي بالك ان ممكن يحصل ديستنت ثرومبوزس، فعشان كده ادي الاجراستات او الانتجريلين اللي هو الابسكسيماب او التيروفيبان. بنديه اي في صح كده، انا بنعمل اي سي خلال 96 ساعه. هو بيتعطي جزء منه انفيوجن بولس والباقي بانفيوجن بقى. تمام. طب عندي سؤال تاني كان في قبل كده، سؤال في الكارديولوجي كان بيقول في فرق بين المفل اس 2 والسوفت اس 2 ولا هما الاثنين ذا سيم؟ لا هما الاثنين ذا سيم، يعني ما فيش فرق بينهم. لا المفل ده هو السوفت اللي هو في الاورتيك ستينوزس يعني. تمام. لا لا هو ممكن يقول كده وممكن يقول كده عادي. في حاجة تاني؟ طب حد حابب يستودعها؟ هو السؤال اللي كان جاي بس كان كاتب مفلد اس 2 وكان حاطط اورتيك ستينوزس مع ال مع الاورتيك ريجير. الاورتيك ريجير مع الاورتيك ستينوزس الاثنين، فاحنا كونفيوزنج بقى الاثنين بيعمل مفلد، وهو في الانسر اختار اللي هو اورتيك ستينوزس، فاحنا كنا ليه بقى هو اختار الاورتيك ستينوزس وساب الاورتيك ريجير؟ فدي كان برضه سؤال مش عارفين يعني هو اشمعنى خد ده وساب ده. لا هو اساسا الاورتيك ايوه دكتور اتفضلي دكتور. هو المافلد هو السكند هارت ساوند مع الاورتيك ريجير بيعمل ايه؟
يبقى قليل ما عدا في حالات السيفيليتيك مثلا بيبقى اكسنتويتد، ولكن جنرالي هو بيبقى مافل. هو السكند هارت ساوند عامة احنا مش بنعلق عليه في الاورتيك ريجيرشن، احنا في الاورتيك ستينوزس بنعلق عليه انه سوفت، لكن احنا في السكة في الاورتيك ريجيرشن بنعلق عليه في ايه؟ ان هو سوفت برضو. ما هو كده كده سكند هارت ساوند ده بيبقى انكريز في كذا حاله، يعني هو لو هو اورتيك كومبوننت ولا بالمونري، بالمونري اللي هو البالمونري هايبرتنشن، اورتيك سيستميك هايبرتنشن. هو بس بصي، هو ايوه هو احنا السكند هارت ساوند مش بنعلق في الاورتيك ريجيرج كريجير، لا ازاي مش دكتور نادي؟ هيأثر لا نعم لا ازاي يعني؟ لا في الاورتيك ريجيرج بنعلق ان هو مفيد ده، احنا يعني وكنا حلينا اسئله قبل كده ان هو بيعمل لنا ريجي بتاع مفيد، يعني دي من الاسئله بتاعت الام ار سي بي كنا حلينها في نفس الكونتكست كده، وبس في سؤال جه وكتب الاثنين مع بعض واختار بصي، الاستيميتيك انا والسيفيليتيك. معلوماتي، ونرجع نتاكد منها ببساطه. بالنسبه للسكند هارت ساوند، امتى يبقى السكند هارت ساوند سوفت او ابسنت او مافلد مع الاورتيك ستينوزس؟ امتى السكند هارت ساوند يبقى لاود مع الهايبرتنشن سواء بالمونري او سيستم؟ بس ده اللي اعرفه في السكند هارت ساوند كسوفت او هاي. بس الباقي، امتى يبقى ريفيرسد سبليتد او ناروينج او ريفيرسد سبليتد؟ تمام ماشي. انا هما النقط البوينتس دي كلها خلاص تمام احنا متفقين عليها، بس انا كنت بتكلم على نقطة يعني قصدي سبيسيفيك. قصدي لما يجي لك اورتيك ستينوس واورتيك ريجيرج، اهملي الاورتيك ريجيرج ده تمام كساوند، لازم هيبقى السبب اورتيك ستينوس. يعني كمافلد هارت ساوند لا. طب هي كانت الاجابه ايه؟ هي الاورتيك ستينوزس. بس هي بقول لك على حضرتك الديبيت على ان احنا قبل كده كان جاي كويشن على المافل، وكان جايب من ضمن الاجابات اورتيك الجيج ومختارها تمام. جه في السؤال اللي بعده حط الاثنين مع بعض، فده اللي كان ملخبط شويه ليه، يعني هو كاتب قبل كده في سؤال ان هو مافلد واختاره تمام كده خلاص تمام. بعد كده جه الاثنين بيعملوا نفس السبب واختار واحد وساب الثاني بس. مش عارف الدنيا ما شفتهاش، بس هو اذا جاب كده يبقى هو قصده على طول اورتيك سينوزس، ما تفكريش في ريجيرش. خلاص تمام. طيب في حد عايز يستوضح حاجة تاني يا جماعة القصص دي؟ لغاية ما يجي دكتور حسن. طيب اشرح لنا يا دكتور الاورتيك هذا الريفرس سبليت وهذه الاشياء تبع الاورتيك ريجرجيتيشن اذا ممكن. طيب يعني هو السكند هارت ساوند دو سبليتنج، المفروض الطبيعي ان الاورطة بيقفل الاول وراه البلمونر، ف الاورطة يعني اورطة بريسيدد باي بالمونر. في بعض الحاجات بتخلي الجاب دي اوسع. ايه هي؟ يا اما حاجة تخلي البلمونر يتأخر، يا اما حاجة تسرع الاورطة يعني تخلي الاورطة بدري، حاجة بتخليهم متأخر. طب ايه مثلا؟ لو عندي بالمونري ستينوزس يبقى البالمونري هيقفل متأخر، يبقى هيبقى في وايد سبليتنج. لو عندي بالمونري هايبرتنشن يبقى البالمونري هيقفل متأخر. لو عندي رايت باندل برانش بلوك، يعني الليفت سايد بيحصل لها اكسايتيشن قبل الرايت، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل برضو ان الاورطة هينبض الاول. لو عندي بيس ميكر وفي الكترود موجود فين؟ لا بيس ميكر هتعكس. طيب يبقى هو ادي ثلاثة بيعملوا ايه؟ وايد هارت ساوند. لكن وايد فيكسد سبليتد هارت ساوند
fixed splitted يبقى لازم تكون في ال AST. كلمة fixed splitted ما تجيش غير مع ال VST فقط لا غير. طيب لو أنا العيان مثلا ال expiration، ال expiration هيزود إيه؟ إيه الصمت ده؟ inspiration يزيد صح دكتور؟ ال inspiration يزيد ال split، ال expiration يقلل ال split. ال inspiration يزود ال splitting، ال expiration يقلله. طيب إيه إمتى بقى تبقى reversed؟ يعني البلمونر يجي قبل الأورطة؟ left bundle branch. لو left bundle branch وإيه تاني؟ لو artificial left bundle branch يعني العيان مركب بيس ميكر والبيس ميكر ليد في الرايت سايد، يبقى الرايت سايد هينبض قبل الليفت، فبالتالي لو في بيس ميكر ورايت سايد الكترود. ايه تاني؟ سيفير اورتيك ستينوزس. سيفير اورتيك ستينوزس ينفع. بيتا اندكتس صح؟ بيتا اندكتس ارتريوزس دول يعملوا ريفرس ديسبليت. اللي هو الولف بيركنسون اللي هو تايب بي. الولف بيركنسون انهي تايب بقى؟ الثاني اللي هو مع ليفت باندل البي، اللي معاه ليفت باندل. ايوه مظبوط كده، اللي معاه ليفت باندل تايب بي مظبوط. ده ريفرس ديسبليتنج. خدوا بالكم يا جماعه ان الهارت ساوندز دي من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، وهو بيستخدمها عشان يغلط الناس. بس برضو بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لي الـ first heart sound يبقى مفل رجرجات pulmonary أو sorry mitral mitral أو tricuspid. وإمتى يبقى accentuated؟ stenotic tension. نعم الستينوتيك في المترال أوترايكاز. مع الستينوتيك مظبوط. طيب في الستينوتيك إيه الأربع حاجات اللي بسمعهم؟ في المترال سناب أوبنينج سناب كأنه أوبنينج سناب ريسيستوليك أكسنتينويشن ميرمر اسمه ايه الميرمر؟ ميد دايستوليك ميرمر هو هارش رامبلينج. ميد تو ليت دايستوليك ميرمر سيستوليك. مش دايستوليك مش سيستوليك ميد دايستوليك دايستوليك سوري انا تمام. ميد دايستوليك ميرمر ميد تو ليت دايستوليك ميرمر اوبننج سناب كليك. لقيت يا جماعه دكتور حسن وبريسيستوليك اكسنتينويشن. بصوا عشان نبقى مع انا بقى امين معاكم، انا عمري ما سمعت في حياتي كليك. يعني عمري في حياتي ما سمعتها. كوزز اوف سيرد هارت ساوند. طيب الاكسنتويشن دكتور لو سمحت، هلا شو الشيء المرتبط بشده الاستينوسيس؟ هذه لو تشرح لنا، هي هل الميرمر نفسه التايمينج، هل هذا اللي هو بريسيستوليك اكسنتويشن، ايش الاشي اللي يدل على انه مور سيفير يعني؟ طيب هو الحاجات اللي تقول انه مور سيفير ستينوزس في حاجات مكتوبه وفي حاجات يعني مش موجوده في الام ار سي تي. عامه اهم حاجه التايمنج اوف ميرمر. الميرمر واخد قد ايه من السيستول؟ هل واخد ميد بس ولا ما واخد ميد تو ليت ولا طول الفتره دي؟ كل ما طولت الفتره بتاعه الميرمر كل ما ده انديكيت ان الاستينوزس اكبر. الصوت ملوش اي علاقه خالص. النقطه الثانيه ال الميرمر ده لو اسوشيتد بسريل، يعني حطيت ايدي حسيت سريل، ده طبعا انديكيت ان هو اشد. يعني الساينز اوف انكريز للميرمر اللي هسمعها او اللي حساها يعني بالاوسكالتيشن او بالبلبيشن، حاجتين مهمين قوي، اني
المرمر يطول في الوقت بتاعه، يعني لو مد ديستوليك بس ده هيبقى السيفيريتي اقل من انه يبقى ميد تو ليت، وهكذا برضو في الاجكشن سيستوليك ميرمر بتاع الاورطه، كل ما طولت المده كل ما زاد، لكن مش بصوت الميرمر. النقطه الثانيه لما احط ايدي واحس ثريل عند الايبيكال سايد، ده انديكيشن طبعا لانه الاستينوز السيفير. النقطه الثانيه لما بتروح الكليك دي، لان كون ان الكليك راحت يبقى معنى كده ان في هيفي كالسيفيكيشن على الفالف، فالبلايابيليتي بتاعت الفالف بقت اقل، الماليابيليتي اقل، الموبيليتي اقل، فبالتالي الكليك دي مش هسمعها. لو الكلينيكال ساينز بقى هتبقى حاجات تاني، هاي بوتنشن العيان طبعا لو كاردياك اوتبوت نتيجه الاستينوزس، انا بتكلم عن مايترال، العيان ابتدى يجيله طبعا ساينز اوف هاي بوتنشن حاجات كتير، العيان ابتدى يشتكي من هسمع عليه كراكلز على اللنج، يبقى معنى كده ان العيان ده ابتدى يخش في كونجيشن نتيجه ايه؟ نتيجه ان الليفت اتريال بريشر عالي، فعمل البلمونري ارترز عاليه، عمل وبعد كده سيكندري بلمونري هايبرتنشن. واهم من كل ده شكوه العيان، يعني فاكرين انتوا امتى اعمل فالف ريبليسمنت؟ رقم واحد سيمبتوماتيك بيشنت، لو عيان مايتال ستينوز سيمبتوماتيك بيشنت او اورتيك ستينوز سيمبتوماتيك بيشنت يبقى لازم هغير، ده قاعده، ما دام العيان اشتكى يغير سماعه. يعني احنا نلاقي عيان مثلا المايترال فالف اريا 1 و2 وعيان المايترال فالف اريا 1، تلاقي ده اسيمبتوماتيك وده سيمبتوماتيك، يبقى الاولى اللي يشتغلوا اللي هو 1 و2. دكتور والاوبننج سناب لها علاقه بشده الاستينوسيس؟ هو الاوبننج سناب كل ما الاستينوسيس زاد كل ما راحت ضاعت، يعني هي نفسها الكليك. هي الكليك. طيب دكتور والبريسيستوليك اكسنتويشن؟ البريسيستوليك اكسنتويشن هو بيحصل ايه؟ ان الفالف يقرب 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 من بعضه ويروح فاتح مره واحده، فبتحصل ما إلها علاقة بشدة ال، لا بس برضه بقى كداب إن قلت لك سمعتها يعني. نعم يا فندم. سؤال بدي أسألك. تفضلي. البيتنت فورامين أوفالي دكتور، هل تعمل اسم منجر مثل الاتريال سيبتال ديفكت ولا ما تعمل؟ لا 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 خالص لا. لأن بتبقى صغيرة جدا جدا، لكن مشكلتها الوحيدة في البارادوكسيكال امبولاس اللي بتحصل، ان هي عيانة تيجي راكبه طياره، ده الكلاسيك فيتشرز، يعني راكبه طياره 10 15 ساعه وتيجي مره واحده بنيورولوجيكال سيمبتومز، فبتبقى دي في تي واتنقلت بارادوكسيكال للليفت سايد وجت بنيورولوجيكال سيمبتومز. دكتور لازم طياره ولا سياره ولا اي شيء، ولا لازم يعني ايش العلاقه بالطياره مش بالسياره؟ عشان لونج تايم يعني، بس مش اكتر، قاعده بقى لها فتره طويله يعني، ايا كان يعني. طيب دكتور اذا البيتنت فورامين اوفالي تم اكتشافها بترانس ثوراسك، هل هذا شيء خطير معناته انه كبيره او انه عادي؟ لا عادي خالص. هو بصي احنا عشان نقول ان حاجه كبيره او مؤثره لازم تبقى مكبره الليفت اتريوم. مش هو دلوقتي بيحصل شيفت من الرايت من الليفت للرايت؟ صح. فهو لما بلاقي الليفت اتريوم كبير يبقى بعرف على طول اوتوماتيك ان الديفكت كبير. لكن البيت انت فورم من اوفال دي حته بتبقى صغيره، يعني عادي دكتور ان هي يعني تلاحظ يعني مثلا بال